dans la débrouille, on est des brutes. Je nettoie le terrain, je fais la lessive, je prends la crypto et les pièces en cuivre. Hello, الخاوة عدلنا فراتيلو عدلنا فراتيلو احنا نعدو لكم فراتيلو الخوش صباح الخير وهو رجعمو المعالجة واش الخوت هاني نديا ما تدا عطينا للشمال فهمتيني الروبوزيو في الشمال نبقاو عطينا للشمال الشمال الشمال كتسمع الشمال كتدخل اليوتيوب كتسمع الشمال كتدخل الانستغرام كيبان لك الشمال كتدخل الفيسبوك كيبان لك الزروقي فهمتي الزروقية طالعة ليا ماجا الخوت مبلبلة نايضة دابا غادي رياكت على البلان ديال فراتيلو الخوت حتى هو فين ما كندور في لي كومونتير كيبان ليا فراتيلو غبلوف فهمتي ما فهمنا والو فراتيلو عليه السوكسي هاد اليوم اللي عندك البارح واليوم فهمتي لقيت في لي كومونتير فراتيلو بزاف فراتيلو الخاوة عدلنا فراتيلو احنا نعدو لكم فراتيلو الخوت تراك سميتو غبلوف من العنوان انا انفو سمعت فراتيلو كان كيسحابني حتى هو ناض معاهم في البلباله الساعه من العنوان بان ليا فهمتي ما ابار وما فهمتي ما مزكش لي حطراك ديالو عادي برود باي ماكا مالا كابا تراك تلاح شي 18 ساعه كيما شوفي 3 ديال الدقائق فيديو كليب نمشيو نشوفو كيفاش البلان ديجا قبل ما نبدا الخوت بغيت نمشي بغيت ندير واحد ديديكاس واحد الصاد جوزيف ما عادش دير بلاتي دير في انستغرام جوزيف هيركوليوس ولا ما عادش لعيبه بحال هكا طنجاوي شنو كسمع فوك على ديك الشيري كتهربوا ليه واحد قرب شوف والله واحد قرب كنشوفكم كاملين اخوج ديجا باي ذا واي لك تبا اما داخلينش انستغرام غادي تلقاونا دخل انستغرام ودخل عندي تما غادي يبداو اللايفات تبدا بالبالات تبدا شي حاجه فهمتي الهربه شوف تمزكوا التراك شوفوا كيفاش البلان فراتيلو ثاني رياكشن غادي نرياكت عليه التراك الاول كان يما واقعنا ابلاف صورك على البطلوراق دايما مكسر بسرعة البوراق صورك على البطلوراق دايما مكسر بسرعة البوراق كل مرة كانو زين في المراية كنشوف مرايا غير حمر الزوراق في حياتي عملت شحال من غلط ولكن عمرني بدات زين هاد اللعيبة ديال ولاو كيديرو سميتو الشمال حيت كاينين شي لعيبات كيما قلت ليكم سميتو شي نوطاج بعض المرات ما كيتفهموش فهمتي مزيان ملي ولاو كيديرو ليريكس اصلا فهمتي ماشي غير الشمال جنوب خاص كاع التراكات بالرجل يكونوا بالليريكس حيت بعض المرات كاين اللي كيرابي بالزربه كاين اللي كيرابي فهمتي كل الستيل ديالو كيفاش كيرابي بعض المرات كيصحابك قال شي لعيبه وهو راه قال شي حاجه اخرى فوراق تانا ما تخشي فيك بنادم ما تخشي لا جر وما تشوف شي مورا يعني دارا بيدي قي ما فك بسنة ولا طلع ماشي راجل كما كاسمي بس ناس ومصوري كبر حق الطول اللي قرب اللان دي تقمو كدمي زيانة دوق على تاني تراك كما قلت لكم هذا الرياكت عليه تراك الاول كان سميتو يما كان داخل فهمتي شوية سنتيمونتال لعيبات دابا بدل معاهم الفاتشة هادشي اللي كنقول لكم الخوت ديما انايا كنقول لكم بحال دابا ما تمزكش حتى شي واحد دير مو كيما كنوع فهمتيني كان عندك غادي تطلع فهمتي بعدا انا كنت كنرابي وكنت باغي الرابي وكنت عارف راسي عندي اش غادي ندير تراكات هادشي تراكات بديت خرج طا 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 وبدل ليا الستيلات فهمتي البلان حيت فاش كتخرج ديسك وكتبدل الستيلات وما كتمزك حتى شي واحد تما بنادم فين كيقدرك فهمتي البلان كيقول اشو هاد خينا راه مقود ما تمزك حتى شي واحد عنده فهمتي لوح تراكات غادا تجي واحد الوقيته غادي تبان الا كنتي مقود غادي تبان كنتي هردار راه واخا تلوح تاع 10 ديسك في النار فهمتي البلان وتبدل الستيلات فهمتي باش بنادم يقول شو هاد خينا راه مقود كاع الستيلات كيلعب عليهم هذا هو البلان بالرجول كامل رشاشي وخاشي اللي ملح لو شاف سناقي طاجة بالليل رمانا الاحساس جيناهم في الاول ما خفوش ما نسى دابا كيبانا اللي كان كيقول لي سبني خاوة ديالك دابا رشاد هي اللي يبانا بنادم قلبك حل ومخليك حل فكر بيت غير سنانا منين صات عرفتي فراتيلو واحد قرب كيشبه لواحد الدري كي سميتو واحد الدري شيري كان كيسكن في كازا واحد قرب كيشبه لي فوتوكوب الكنابيس ايش غاب الله باغي نشبيس غاب الله رجع مزروع في نفيس ايش غاب الله باغي نشبيس غاب الله من بلا دروب لكنابيس ما
انا عجب اللوف مبغينا لا دروغ لا كانابيز الخوش مبغينا والو بغينا اللوف بغينا اللوف اللوفي بقيت باغي والو باغي نرجع لبيتي فاسي كيقول الراسي باراك ما نفرع فريتي يعني بقود هاد اللعيبه هادي وحق الرب شحال من واحد كيطيح فيها فهمتي في الشاه كيطرنفوش كتولي تقول ناري فهمتي فاش كضرب شي مونتيف ولا فهمها بعد الله فهمتي الله يحفظ ما عمرها ما ضربنا شي مونتيف ولكن فهمتي على ما كيعاود بنادم فهمتي كتولي باغي عاد ترجع كتقول اش داني ولا اش مشيت ومالي انا ومال الناس ومالي لاكيتي راه ما كبرش بحال ما شعبي ولا قول صوتي خارج من بلاصتي راه والله واحد النهار كانوا شدوني ماني الوقت انا الخوت وحق الرب في طنجه والله ما نكذب عليكم في طنجه كانوا شدوني ماني الوقت والله ما نكذب عليكم حتى شي نهار نعاود لكم هذا البلان هذا وحق الرب داوني الولايه وفهمتي كي تنضرب 24 ساعه وفهمتي ولا التفاعلات بواحد البلان واللعيبات والله ما نكذب عليك شدوني في سميتو ماشي بني ما عرفتي واحد القنت نسيت عليه وحق الرب والله تنسيت على واحد القنت فين سميتو اش نقول لك فهمتي ما بغيتش نقول شي لعيبه ونطلق هربت الهربه لي واحد القنت بحال مدينه قديمه لعيبات فهمتي والله ما نكذب عليك فهمتي الدوله الولايه والبلبله ترى الهرب ما انا شافها والله من خاطري الدراري كتفكت بحياتي صقاد على الباتري راه والله ما انا شافها والله من خاطري راه حتى واحد ما باغي عاد ليش الغبره وبلايك من تحت اوي خونا ولي عطابي افتح وشوف داكشي كامل كتوب داكشي كامل مصور صبرتك مطورتي ياخلي شافت عينك ماشي اللي مصور غندوز فهادشي مزيان هاد اللعيبة هادي داكشي اللي كيرابي بيه هو اللي كيبان لك فهمتي كيعجبني هاد السون هذا داكشي اللي كيقول دابا هو اللي كيبان ليه قال ارتاح هادشي كامل مزور لعيبات خونا حل الصاك فهمتي كاين خدمه نقيه شي ماك ولد الدومين وماشي واحد من الصور وخاطينا هادشي كامل لما دابا يا رب غاب اللوف من بلا دروك لك انا بيس ايش غاب اللوف باغني شفت داري 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 النوكيا النوكيا مقود كان عندي واحد قرب كنت كان عرفتي فاش ما كنت قلت لكم الخوت راه الجيل ديالنا مقود صعيب قلت لكم البارح الجيل ديالنا مقود تخيل معايا فاش ما كيكون عندي ما يدار كنجبد كنبقى نتمزك سميتو الصونيط اللي كان فهمتي مزيك كنبقى حتى كيسالي وكندوز لاخر كنهبط البطونه فهمتي كتسالي كتلعب الحنش كتخسر كتكع كتضربو مع الارض كتهزو حتى داري العرب غاب الله رجلا مزروعة في نفيس ليش غاب الله باغي نشاف بيس غاب الله بلا دروب لا كانابيس ليش غاب خونا بالي اخو بالي كاين الشباب ما تعرفين اني مقود بالشباب اخو غاب الله رجلا مزروعة في نفيس ليش غاب الله خورهم في السلام لعيبان بحال الداسيات كيكونوا ديال الوالدين بحال الداسيات كيكون شي واحد مسلفه من باه ولا شي لعيبه حيت مع الداسيات دوسر كعزاز على سميتو على الوالدين واللعيبات فهمتي الوالدين فاش كنقول الوالدين فهمتي بنادم لاباي يعني عزاز عليهم ما عرفتش علاش عزاز عليهم فهمتي كل العيد ديالو المهم الخوت كانت رياكشن ديال فراتيلو تصات ناضي كما قلت لكم الثاني رياكشن غادي نرياكتيو عليها وغادي نزيد رياكشن ديال البنجبه اللي لاح شي تراك مع دي جي ماد ولا شي لعيبه طلع اوف نار جديد وراكشي جديد وما تنساوش ما تصعب يلا تهلاو الخوت وديزوري بوت كونيكشن على الانترنت الله يعاونكم